ابو تايه ابو تايه السلام عليكم. ابو زكريا سلامات ابو تايه، شو بالك بالحلال يا بيت؟ اهلا وسهلا فيك يا ابو زكريا يا حبيب، اهلا بالبركه وحبيب قلبي ابو زكريا يا بيت اهلا وسهلا، والله شرفت. شو القصه يا ابن الحلال قاعد هون حزين وزعلان؟ والله بشوفك بالابصر شو صاير في الدنيا، خير ان شاء الله. والله يا ابو زكريا ما انت بتعرف شو اللي صار. معقول يا ابو زكريا انا ابو تايه يصير فيي هيك من اولاد ابو عبد الجبار؟ اذا لما وقعت قلبي خير شو فيي؟ اولاد ابو عبد الجبار لملموا حالهم هم اولاد الحاره وضربوا ابني تايه، يعني عشان ابني وحيد وما لهش الا اخو صغير يجموا عليه، هقيت بلملم كل اولاد الحاره بسوي مجزره يا ابو زكريا. طول بالك يا ابو تايه يا ابن الحلال، انت سيد العرفانين يا ابن الحلال، واحنا هيدا نقعد اولاد صغار يتقاتلوا مع بعضيهم، نقعد نسوي مشاكل للكبار وتلحق مشاكل، كل شيء بنحل يا ابو تايه، بدها طولة بال، فيش حاجه الا تنحل ان شاء الله، بس انت روح طول بالك. المهم وضع تايه كويس الحمد لله احسن، بس كيف يا ابو زكريا؟ في راسه مضروب، في ايده، في رجله، الولد مشقف، سديني بده صيانه يا ابو زكريا، بده صيانه. 3 ليرات بشتري 20 باكيت شيبس وبربح نص ليره. هلا هلا، شو صاير عندك دفتر وقلم وبتحسب؟ يكون بدك تصير تاجر زي ابوك. هذا غايز ابو وصف بيع الكعك المعفنين، وشاب يعطيني ربع بيضة وربع كعكة. ربع بيضة وربع كعكة؟ فعلا فرخ البط عوام. ايوة عنده سير عوام. بعدين انت وين يا ابو زكريا؟ جيت هذيك المرة بعدين غطيت، مش قلت بدك تفتح مول عندنا في الحارة؟ يعني بتعرفني يا ابو تايه انا من الناس اللي بغطوا. يا والله الا اللي غطيتك الا لها سبب، شو السبب يا ابو زكريا؟ والله يا ابو تايه يعني زي ما تقول الله لا يسيئك، توفى عنا واحد في الاردن من جماعتنا، فاضطريت اطلع على الاردن، وكان لي من اكم من مشوار في الاردن، خلصت اشغالي في الاردن وجيت، وامن بالله ومجرد ما وصلت هون من الجسر على الدار حطيت شنطتي وحطيت اواعي واخذت لي دش سريع ولبست وجيت جاي على البلد مباشره بدي اشوفك، لاني اقسم بالله اني اشتقت لك يا ابن الحلال. اه والله وانا كمان اشتقت لك يا ابو زكريا، يعني قلت ابو زكريا ما بيغيب الا شغله كبيره هيك. يا سيدي ان شاء الله افضل لاولادك يا سيدي. الله يرضى عليك، تسلم يا ابو. حياك الله يا ابو زكريا. انا بدي اصر الف لي افتل لي فتلي في هالبلده، وبدي اعود اعد عليك بعد العصر ان شاء الله، بشوف موضوع تايه وكل مشكلة ولا حلها يا ابو شيء تلاقشي. واسمع يا ابو زكريا، بالنسبة للجنة الاعمار يعني قالوا لي وقت ما كان بدك المحل تفتح فيه المول هم جاهزين. على خيرة الله، حياك الله. نحكي برضه بالموضوع هذا، وضروري جدا ننهي الموضوع المول، لاني خلاص بكفي لازم افتح المحل. حياك الله يا ابو زكريا. يلا خاطرك يا ابو تايه، خلينا اطلع، وانت يا ابو تايه ضل شاعد هون يا ابن الحلال، اطلع ارتاح في الدار، الدنيا برد يا ابن الحلال عليك. ولا يهمك يا ابو زكريا، ولا يهمك. يلا خاطرك، انا بستناك يا ابو زكريا حبيب قلبي يا ابو زكريا. الله يخليني اياك يا ابو زكريا. والله الك الك وحشه يا ابو تايه. حياك الله يا ابو زكريا. مع السلامه يا ابو زكريا. فعلا زلمه قليل زلام، وهذا ابو زكريا بحب البلد وناسه واهله، غاب كثير ورجع بده يفتح مول في البلد القديمه. روح الله يكتر من امثالك يا ابو زكريا. سؤال اطلع قبل قهوه الهواء؟ ايوه انا قادر اطلع يا رب. كاك محمر ومقمر زاكي من عند ابو وصف الزاكي، كاك اللي ببيعه بيشتري، كاك الصاحب الساحب للمهالك. يلا كعيك كعكات محمرات مقمرات طحين، ولا كلمة عليه صافي نقي 100%. كعيك شايف لسانك ماخذ على الالغاز والكلام مش مفهوم. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا عيد. ها خليني في رزقتي، لا بدي لا تقولي لا قلت ولا قال. يا حبيبي يا بوصف انا جايك برزقه واعطيك سماره ذهب. داخل داخل على الله وعليك، داخل على الله وعليك. احسان عارف انت شايف انه الكعكه مش مقضيتني خبز على حساب، لا بدك لا قلت ولا قلنا. ما انت عارف الله لا يوقع حدا في لسان ابو تايه، بتعرف لسانه شبرين طوله. انا مسكين يا حصرت يا ابو وصف المسكين، طول هاري انا هدي كعك من عند ابو وصف الزاكي المسكين. مسكين. ما انت عارف هذا ابو تايه بتقدرش لا تناطحه ولا تقاوبه ولا تسوي له اشي، يا حصرتي
الكف الكف ما بيقدر يناطح مخرز. بس اذا فكر بيقدر. اذا فكر بيقدر. اسمع اسمع هي تايه جاي خلاص بعدين تحكيش معي كأنه مش تايه. شو بدكو؟ ايه هبوش وحيبي وحيبي إيه؟ نقصتني يا بوش. اسم الله عليك يا بس الله عليك يا با يا هبوش يا زيست يا زينتي يا زينتي الدار بركتها يا با. شو مالك يا با؟ ايوه معناته الموضوع اللي جاي احكي فيه معها خلاص منه او ما منه بعد هالنقزه. اجوزك يابا اجوزك وانا طالع في ايدي وما جوزتيكش مع دكتور بدي اجوزك يابا. ماشي بس ما يكونوش زي اللي اجوا قبلهم يعني. ايه يابا البيجي بركه يابا البيجي بركه. ايه انت لك مواصفات مثلا معينه يابا يا هبوش للعريس اللي بدي اجيبه؟ يعني مثلا ايوه يكون طويل يا حبيبي عيونه زرق ايوه شعره اشقر ايه شعره اشقر يعني شبه مهند التركي. ايه وشو عرفك انت في مهند ها؟ سامع عنه انا شو عرفك في مهند ها؟ مهند التركي يابا حضرته بدار ابو وصفي. دار ابو وصفي؟ ايوه يا فرحتي لما رحتي انت وامك تشقي عليهم هذيك اليوم. يلا ما علينا. ما هو يابا احنا يعني دائما بنسمع خلينا نشوف. انت بدك اياني انا اجيب الفجور والفسوق لبيتي مش يعني تلفزيون يعني كهرباء ضايعه يعني وقت ضايع مش مقضي. مش مقضي كل اهل الحاره بيحسدوني انا ابو تايه اني مدخل احسن التكنولوجيا في الدار التلفون الارضي ها مش مقضي. اي والله يابا نفسنا نفسنا نشوف بطلنا دائما نسمع نسمع. اسمعي بدي اقول لك شغله ها ولا تشوفي ولا تسمعي ابن عمك عاهد اليوم ايوه بدي اكلمه واقول له ومش عيب الواحد يخطب لبنته قبل ما يخطب لابنه وهذا ابن اخي يعني زي ابني عشان هيك يابا يا هبوش بدي انا اقطع لسنة الناس عشان ضل قايلين طالع نازل داخل نازل واخطب لك اياه فاهمه بدي اجوزك ابن عمك عاهد يلا السلام عليكم قال بدها تشوف وتسمع انجليزي ومش هيكني. يا فرحتي يا فرحتي تلفزيون يا فضيحه الفضيحه. خير خير شو مالك فهم شو صاير لك تقول ضربك قطار حاكي حاله من حاله اكيد مضروب فشروه بس هم تكاثروا علي كل مرة بدهم قعدوني جولجي بس أنا ما فشروا ضحت لك فيهم ضرب مسكت لك نمر أشم أبوك ساعتمه ومسكت لك أبو عطلة شمطت شلوط من ورا وأجيب لك هذا شو اسمه مدحت وأحطه على الأرض وبوكس في معدته وبتتذكر لك ضرباتي بروسلي وأطير في الهواء وأشمه في رجلي في دمه إلا جاي التاني فكوع إيدي في بطنه وكسرته متكسر ما شاء الله وهذا من إيش هذا؟ عن جد؟ هذا من إيش؟ رد رد عليه والله بصراحة تزحلقته وتكسروا علي وبلشوا في ضرب والله راح أحكي لعبة خلاه مش يعطونا عطوة طيب شو إنك تخليت عني؟ هيك تكاثروا عليك وضربوك بس أنا مش راح أتخلى عنك اسمع شو بدي اياك تعمل شو اللي بتقدرش تاخده في الوجه شو بدك تسوي فيه تاخده في العتمه مش فاهم علي شو يعني يعني دفعهم مصاري المصاري المصاري اللي بتوجع يا حبيب قلبي والله انك جبت فعلا صح المصاري بتوجع بس الضربه انا يومين ثلاثه وبنسيها بس المصاري عمرهم ما بنسوها طول حياتهم صحيح صحيح أنا هلأ بدي راح أحكي لأبي أخليه يروح يدفعهم مصاري عشان ما ينسوش قدامي يلا دير أبوك أنا بدي أروح معك خاطك أبو كعكات محمضة محمضة ماشي بس فعلا فعلا عاهد طلع داهية داهية من الله آخ أي أنا شو خصني
فخار يكسر بعضه. يلا بكوس وشلاليط. ايه يلا كعك، يلا كعك الزاكي من عند ابو وصف الزاكي. كعك حاجات عصير بسكت. عمات يلي بدهش يسمع صوتنا عصير بسكت حاجات بمبم. شو يابا؟ سلم ايديك ويرضى عليك يا امير يابا يا محمد. شو يابا انت فاتح بسطة هوني جنب عمك سعيد؟ ليكون ها ليكون يابا يا محمد بدك انت تفتح البسطة بغياص فيه. اصحى يابا، ها سعيد زلمة محترم ومؤدب وابن ناس. بعدين اش يابا دير بالك، ها قطعي الاعناق ولا قطعي الارزاق يابا. ها اصلا هو يابا سعيد بحب اني ابيع هون عشان اشتري كتبي ودفاتري وواعي. الله يرضى عليك يابا. ولد الصغير مش هاين عليه، انا ادفع من جيبتي بالرغم لو بده عيوني بعطيه بس كرامته. اخ اخ اسمع يابا يا محمد، يعني انت يابا مش لاقي بكل السوق قاعد الا تحت الناس اللي بيحبوش يسمعوا صوتنا؟ اصلا انا عشان هيك تعال يابا والله انك بميت زلمي. اصلا انت زيك زي كل اولاد البلد القديمه ولو انهم صغار بس هم ابطال وبيستحقوا الواحد يقول عنهم ابطال. اقعد يابا محلك ودير بالك. وانت يابا شو بدك من عيوني؟ هات ابوس زبينك وعيونك لانك انت يابا نور قلبي ونور عيوني يابا. يلا انا رايح، دير بالك وخلي صوتك طالع، طلع لي اياه للي بدهم يسمعوا واللي بدهمش يسمعوا كمان. يلا يابا اقعد محلي على الكرسي، هي انا رايح يابا يا محمد. عشان بسكوت عصير يلي مش عارف ما يسمع صوتي عشان بمبم. والله وهيها اجت لحالها، بس الشطاره كيف اكبرها واولعها هيك بيلتهوا مع بعض في مشاكلهم، وخصوصا ابو تايه بن عيله كبير، وهدولاك اللي ضربوا تايه برضه ولاد عيله كبير، وهيك انا المستفيد بكون ببيع وبشرب براحتي. فعلا يا عهد حظك معك. بس لازم اشوف ابو تايه انا واكبرها بالراس وعلى الاخر. علينا علينا. الله يا ابو وصفي وين عليك دبانية من الكبار. إيه خلاص علي الطلاق ما انت دافع. لا 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 خلاص روح يا عمي روح. انت يا عمي على راسنا انت على راسنا. خلاص صدقني الا تاخدها. خلاص توكل على الله. عليك يعني عليك الدفع. حياك الله حياك. انتوا بلد خليل الرحمن ابو الضيف بدك تاخذ حق الكعكه من الجمع. انت شايفهم مبينين عليهم. خلاص 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 ساعتين ودور في جيبهم. ها طول طول. طيب يلا بعطيك اياهم في الطول. ابو وصفي مش قدام الناس. بدك تكرم احسن كعكاتي. مش قدام الناس يا ابو وصفي. الناس راحوا بدك تكرم احسن كعكاتي انت. هات حياك الله ابو وصفي. تخليهاش تصير بيني وبينك. ها اتفرج عليها. خذي القلم راهين بشوفك في الدار. يلا السلام عليكم. يعني بدك تكرم احسابي يا ابو تايه؟ يا حوينتك يا ابو وصفي. ونو ونين ويلكم ويلكم كاي. ايه يا ولد. نعم انا اسمي محمد. وش ولد حبيبي وصرت تتفلسف علينا كمان كمان شوية بصير تقول لي سوي هيك واعمل هيك. لا انت خلي كبير واجب علي اني احترمك. واجب علينا انك تحترم. شو وين رايح؟ رايح بس الطعشاء عشان احوش مصاري واشتري اواعي وكتب ودفاتر عشان اركن على حالي. خلصت علي شغل. شو بده شغل؟ اللي طالع مش من البيضة صاير عليه شغل. انا زي خالك ابو مصطفى ابو ريالة عقولة ابوك. عيب بضله خالك. عيب خلخل اباطك ان شاء الله. شو انك مفلسف صاير؟ روح روح يلا روح روح. صار تفلسف علينا ولسانه طولين علي كمان. بس وين عاهد اليومين مش شايفه؟ والله عنا تعبير زقارة من زكايره. طب روح ندور عليه بلكي شوفته. روح اغير اوعي في الدار
وانزل ادور عليه خلينا ندخن لنا سيجار. كيف بدي اقول له انا يا عمي يا عاهد بدي اياك تجي تخطب بنتي؟ اي والله عمرها ما صارت، اي والله انها تقيله. ايه طب ليش تقيله يا ابو تيي؟ يعني هو عاهد لو بده يروح يخطب مش بده ياخذ اهله؟ وانا اهله وسعيدته بدي اخطب له بنت ناس وبنت حلال، وبصراحه انا مش راح الاقي له بنت ناس وبنت حلال احسن من بنتي. اه وبهيك يا ابو تيي بتكون استفدت من الشغله ثلاث اربع شغلات. اول شغله انت بتجوزوا البنت وبتسترها لانه سترة البنت واجب على كل اب انه يجوزها. وبعدين ايش يمكن اقدر اخلي هيك اقنعه لعاهد او البنت تقنعه ودشر قصة البيع والشراء في البلد القديمة. اه لانها شغلة جايبت لنا وجع راس. وبعدين ايش انا بوفر قصة لحمة وقصة صلاة من اهل العريس واهل العروس. خلاص لمني اشوفه العاهد بدي اقول له يا عمي بدي اياك تيجي تخطب بنتي. ايوه خلص لمني اشوفه بدي احكي له. السلام عليكم يا عمي. ايه وعليكم السلام عاهد.